أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد في الأولين، صل على محمد في الآخرين، صل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نرحب بأخواتنا وبناتنا في هذه الدورة الثامنة من دورات مشروع تأهيل الخاتمات. وكذلك أيضا نرحب بشيوخنا الشيخ عبد الكريم أبو غزالة الذي شرفنا في تقريبا الدورة الثالثة. الحمد لله على أنه ببارك عمره إن شاء الله. كذلك نرحب بأستاذنا وأخونا الشيخ يوسف ريعة الذي كان معنا يوم الخميس الماضي وأمتعنا يعني دورة الثقافة الإسلامية، وكانت يعني جدا رائعة. صلى الله عليه وسلم يبارك في عمره إن شاء الله في علمه. المطبوعة هذه المرة يعني من كرامات الله عز وجل علينا وعلى دورتنا. الشيخ عبد الكريم يقول لأول مرة تقريبا في 24 ساعة يعني طبعت ويعني خرجت من المطبعة بهذا الكتيب الذي بين أيديكم. رفض الله عز وجل، هذه كرامة صراحة. الحمد لله ما شاء الله. كنا بكري يعني كما تعرفون الكتاب المطابع الموجودة ودروا فوتوكوبي عليه وذلك. الحمد لله الأمر هذه جاءنا كتاب بالكامل، وهو كما قال الشيخ أيضا أول يعني كتاب في يخص يعني الرسم والضبط في يعني على حسب المصاحف القرآنية المطبوعة في الجزائر. في ملاحظات مهمة نلاحظها بالنسبة ل هذه المطبوعة، هذا الكتيب اللي أمامكم. أخواتنا اللي محضروش، ما يمكنش لي واحدة من الأخوات تقول باللي أعطوني نسخة باش نديها لصاحبتي والله كذا. اللي ما حضرتش نسجلوا اسمها ونجي تتصل بينا ونحاول نعطوها يعني معناها الكتاب اللي موجود. اما باش تدي لها واحده ما هيش حاضره تدي لها مثلا نسخه، هذا امر يعني نقبله. هذه ملاحظه. الملاحظه الاخرى ايضا مليح نراجع معلوماتنا في الدورات السابقه سواء عن طريق المطبوعه او عن طريق يعني مثلا الدورات الموجوده في اليوتيوب هذه مفصله. علاش؟ لانه ان شاء الله يعني ممكن بعد مده نعاود نستدعوكم لاجراء الاختبارات في هذه الدورات. لازم تكون هي روحكم مليح ان شاء الله باذن الله عز وجل. وهذا سيعلن عنه يعني ان شاء الله في تاريخ لاحق باذن الله عز وجل. لو قلنا يعني انه بعد 15 دورة في شهادة شهادة يعني انظار استاذ الدكتور ابو بكر الكافي الذي فعلا يعني صاحب المشروع ببارك في عمره ان شاء الله. وهذه الشهادة تنفعكم في مستقبلكم نعم باذن الله عز وجل. ملاحظة اخرى ايضا باش يعني وهذا طبعا من خلال التجربة تخلينا دائما نعرف بعض السلبية تاعنا والإيجابية تاعنا. بعض أخواتنا يعني ربي يجزيهم اقترحوا علينا أن تعود عندنا الباج هذا اللي يعني موجود عندكم الحمد لله.
عندي عندها الباتش مباشره تجي تطلع مباشره، واللي ما عندهاش تنتظر حتى تعرف يعني تسوي امورها يعني كما يقال. فهذا يعني فعلا طريقه سهله ويعني فعلا يعني تخلينا فعلا يعني نسهل امورنا وتمشي يعني فعلا دوراتنا بشكل يعني معناها سلس ان شاء الله باذن الله. وفي نهايه الـ يعني الدوره نخلوا اللي باجها لنا في الاداره باش نعاودوا نبدوها في دوره اخرى باذن الله. لانه ممكن يعني لو نعطوا لها اللي باجي واحد اخر تقول لك انا ما عنديش الباج تاعي وخذيني ما عرفتش وين حطيته وتجينا هنا وتعود تقول اعطوني باج واحد اخر نعود في المشكل. فخلوهم هنا كي تعودوا كي تجي دوره اخرى نعطوك كل واحده تجي طبعها الباج تاعها. باش تجي به الصباح وتجي به العشيه وهكذا وربما يعني في دورات تكون مع بعضها كما اللي فات تاع الشيخ عبد الكريم وما ذلك ثلاث ايام على بعضها تدي معها وهكذا. فهذه بعض الملاحظات التي نلاحظها على مثل هذه الدورات. ثم مباشرة يعني ننتقل إلى يعني دورتنا مع أستاذنا دكتورنا الشيخ عبد الكريم ربي يبارك في عمره إن شاء الله يوفقه في يعني الموضوع مهم جدا بالنسبة لي يعني المعلمات خاصة بالنسبة للمعلمات. هذا الموضوع في علم الضبط شفت المرة في علم الرسم المرة هذه إن شاء الله في علم الضبط وهي من المسائل فعلا جد دقيقة وهو من أهل التخصص في هذه الأمور. نسأل الله أن يبارك في عمره وأن يعينه وأن يوفقه إن شاء الله.